مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مهارات جديدة، هنعمل وصفات يعني الحقيقة كانت مطلوبة مننا، لأنه في ناس كتير بتفضل الوصفات اللي فيها فول صويا أو نسبة من الفول الصويا كبديل للبروتين طبعا الحيواني. النهاردة هنعمل بيها حواوشي لطيف جدا، وبنقول دايما وبأكد أنه الاعتدال في كل شيء أهم من أي حاجة، لأنه الإكثار من حاجات معينة حتى لو كانت مفيدة فهي ليها ضرر على المدى البعيد. فالنهاردة احنا هنعمل الحواوشي بطريقة لطيفة بسيطة، وهنعمل انا بحب وصفة جدا وبحيي بيها اخواتنا المسيحيين الحقيقة، لانه النهاردة برضو في العيد الخاص بالعذراء. انا بحب فطير الملاك جدا، وهو سمي بفطير الملاك يعني اكراما وتباركا بالعذراء، وليه قصة كده جميلة ولطيفة هنقولها مع بعض، لكن هعمله النهاردة لان انا بصراحة بحبه جدا. فالنهاردة هنبدأ بأول وصفة معانا، خلينا نقول المقادير ونبدأ نحكي مع بعض مع حضراتكم كده شوية شوية عن الفول الصويا، ايه فوائده، ايه اضراره، ليه احنا بنقول دايما هو مش حلو للذكور، يعني هنحكي كده مع بعض. طيب عندي ربع كيلو من الفول الصويا، طبعا لازم يكون منقوع. عندي فلفل رومي مفروم، بصلة مفرومة، طماطمتين مفرومين، فصين ثوم، فلفل حار حسب الرغبة، مكعب من مرق الخضار إذا حابين، في معلقة كبيرة من الصلصة ممكن نستغنى عنها خالص، توابل حواوشي بابريكا ثوم باودر وملح وفلفل، وطبعا عيش بلدي. الوصفة بسيطة وسهلة، نقدر نضرب الكمية دي أو الخليط ده في الكب ونقدر نعمله بإيدينا عادي جدا. هندخلها الفرن بطريقة بسيطة، احنا قبل كده عملنا الحواوشي اللي هو اللحم بطريقتين، عملنا اللي في العجينة الإسكندراني وعملنا اللي هو العادي بتاعنا، لكن ان شاء الله برضو نعمل حواوشي فراخ ونعمل فيه اسماك ونعمل طريقه حلوه قوي اقول لكم عليها في تتبيله الحواوشي للحم، تاكلوها طعمها رائع. بتحتاج بس شويه تتساب كده تتبل حلو، بنتبل اول حاجه البصل مع التوابل، بعدين بنسيبها وبعدين بنحط اللحمه ونسيبهم شويه، بيتقال عليها ايه اللحمه تعرق مع البصل والتوابل دي، بتبقى جميله. واحشوها بقى في اي حاجه انتوا عايزينها تاخد وقتها. انا هجيب بوله كده وهبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد اول حاجه البصل، زي ما قلت لحضراتكم البصل ده مهم ان احنا نتبله كويس قوي، هي دي نفس الفكره اللي هعمل بيها الحواوشي العادي لو انا هعمل حواوشي مش بس بالفول الصويا. تعالوا كده بقى ناخد شويه ملح وشويه فلفل، وطبعا عندي بقى الثوم الباودر، يعني هنحط شويه من التوابل الحلوه دي، هقسم الكميه وتوابل الحواوشي، شويه بابريكا، شوية ثوم، تقدروا تستخدموا الثوم الباودر لو حضراتكم مش عايزين. طيب انا هاخد كده اول حاجة اقول مع شوية الفلفل الرومي دول بسم الله، وهن هبدأ اعملهم كده بالظبط. شايفين حضراتكم البصلاية بالشكل ده كده، دي اول خطوة. الوصفة دي طبعا تنفع صيامي وتنفع لأي حد عايز بيحب الفول الصويا في بعض الوصفات، نسبة بسيطة وناكله من وقت للتاني على فترات، إن هو برضو ليه فوائد زي ما ليه سلبيات، لأن هو مليان بالبروتين النباتي جدا وفي كمية ألياف صحية حلوة ومضادات للأكسدة كويسة وفي فيتامين كي وفي حمض الفوليك، ومناسب بكميات بسيطة طبعا للسيدات، كمان هو قوي للعظام وبيحميها من الهشاشة. بصوا انا نقعاه بس عايزة اصفي كده كده. خلوا بالكم على الرغم من فوائده، كل شيء في الدنيا ربنا خلقه ليه فوائد وكترته بتبقى مش حلوة، فهو مش مفيد للذكور قوي لأن مكوناته الرئيسية هي مركبات نباتية، ودي أصلا بتقوم بالدور الحيوي اللي بتقوم بهرمونات الأنوثة، عشان كده بيشكل شوية خطر على خصوبة عند الرجال، فعشان كده احنا بنقول دايما ما بنفضلوش قوي للذكور. يعني بصوا كده بسم الله،
هبدأ بقى أدخل المكونات دي في بعض وهزود، علشان خليني بس أشيل الكام حاجة اللي حواليا دول، ما بعرفش أشتغل في مكان في حواليا حاجات كده مش نضيفة. خلوا بالكم طول الوقت واحنا بننظف حوالينا الدنيا بتبقى جميلة جدا. هاخد بقى كده معلقة، هاخد بس من اللي هو لب الطماطم، مش المية بتاعت الطماطم، اللب بتاعها، معلقة كده صغيرة بس من الصلصة، ودي اختياري مش شرط. كمية بقى حلوة كده من الفلفل اللي بيحليها، وهو فلفل مش حامي، يعني اللي عايز يضيف حامي ممكن نحط معلقة هريسة، ممكن نضيف فلفل حامي حار عادي. هحط برضو من الفلفل الألوان الأصفر، وهضيف تاني رشة ملح وفلفل بعد ما أضفت الإيه الفول الصويا. ودي لأنه في ناس كتير أصدقاء لينا، مش بس أخواتنا المسيحيين في وقت الصيام، لا كمان لينا ناس فيجيتيريان ما بتتعاملش مع اللحوم ولا الفراخ ولا الأسماك، فبيبقى كل اعتمادها على البروتين النباتي. فإحنا بنحاول يعني نقدم لحضراتكم كل الوصفات اللي مناسبة وبتطلب مننا، بنحاول نحققها من خلال مهارات عظيمة في قناة الأهلي. طيب هبدأ بقى إيه أقلب. طبعا تقدروا تخلطوا الخليط ده كله في الكب، هيبقى جميل جدا، لكن انا بصراحه بحبه كده لان الفول الصويا بصراحه بيبقى اتنقع، طالما اتنقع كويس بصوا بيتعجن ازاي، بيبقى جميل يعني زي المعجون ما فيهوش اي مشكله خالص. وهنقفل بيه بقى الايه العيش بتاعنا، وهنجهز الايه الرغيف بحيث يدخل الفرن حراره 180. اللي عايز يسوي على البوتاجاز ممكن، لكن احنا هندخل الفرن افضل يعني واسرع واسهل اهو كده. دي بقى المرحلة اللي بنسيف فيها لو احنا عاملين باللحمة المفرومة مثلا وحاطين التوابل زي ما عملنا مع البصل في أول مرحلة مع حضراتكم، هنسيب بقى الخليط كده شوية في التتبيلة دي مثلا نص ساعة، وبعدين نبدأ ناخده ونتعامل بيه في حشو العيش، عشان يتقال عليه إنه الخليط ده يبدأ يتشرب كويس أو يعرق اللحم، ياخد من البصل وتبقى لينة فيها شوية طراوة كده. طيب احنا معانا استاذه سهير، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا فندم، اهلا بيكي حبيبتي. تسلم ايدك مقدما. تسلمي، ربنا يبارك فيكي. تسلمي. كنت عايزه اسال بس على فول الصويا حضرتك بتعمليه. ايوه. انا لما اعمله هو ممكن الاولاد الصغيرين عادي ياكلوه؟ الاولاد الصغيرين احنا لسه بنقول مش مفضل قوي للصبيان. لا، وبعدين كنت سامعه برضو بيقول لك في حاجات كده زياده شويه. انا لسه قايله والله يا فندم الجمله دي حالا. انا لسه فاتحه من شويه، فما يعني ما شفتش من الاول. احنا بنقول هو مش مفضل للذكور، عشان هو بروتين نباتي فيه كمية، يعني ياخدوه بكميات بسيطه قوي مش بكثره، غير البنات يعني. هو انا بحط يعني شويه منه على اللحمه المفرومه عادي. والله اللحمة المفرومة ما محتاجة تحطي عليها فول صويا، لأن هو لوحده بديل ليها، فليه بنخلطه؟ ما مش محتاجين نخلطه. بس أنا... هو ما يفضلش إن الأطفال الصغيرين لا لا للولاد لا، أنا بصراحة ما بعملوش لابني، لكن أنا هقول لحضرتك لو بنسبة بسيطة جوه وصفة زي البرجر مثلا، ما في ناس بتحب تخلط على اللحمة المفرومة تعمل بيه البرجر في البيت شوية من فول الصويا على اساس انه يدي طعم، لكن طول ما احنا مش محتاجينه نستخدمه لوحده بس هيبقى كويس وبسيط، يعني هنستخدمه على مراحل بعيده وهيبقى مفيد في الحاله دي، لكن ما نكسرش منه بصراحه، ما انصحش حضرتك. حبيبتي تسلمي لي وربنا يبارك فيهم يا فندم ويخليكي ليهم يا رب. اشكرك. تسلمي لي، نورتيني وشرفتيني يا فندم. يعني احنا بنقول ايه يا فندم؟ احنا بنقول انه بنعتبره بديل للحم، فاحنا لو هنعتبره بديل ليه نضيفه على اللحم؟ ما هو لوحده بروتين كافي من غير، ويعوضني عن القيمة الغذائية للحم اللي احنا مش هنستخدمه. لكن لو انا هستخدم لحم يبقى كفاية اللحم، يبقى انا عندي لحم هذا يكفي. بصوا كده، لان هو خلي بال حضرتك البنات بيقولوا في كنترول، البنات بيقولوا ايه، بيقولوا عشان هو بيعلي يعني هرمونات الانوثة فاحنا ناكله لوحدنا احسن. طيب بصوا كده، طبعا كل شيء معتدل جميل وياخد الفايده منه، لكن في وصفه كده كل فتره هيبقى ليه فوايده، لكن ما يكسرش منه الحقيقه بالذات الصبيان.
حتى احنا الصبيان لو تلاحظوا اول ما بيتولدوا بتعمل لهم اللي هو الاختبار بتاع انيميا الفول كمان. اول ما بنيجي مش سهل كده نديهم الفول زي البنات مثلا، حتى الفول العادي بتاعنا مش الفول الصويا، الفول التدميس. يعني سبحان الله ممكن في اولاد منهم يعني يبقوا عندهم حساسيه منه يتحسسوا، ده بيبان. فيعني ايه احنا بنراعي الجزئيه دي قوي وبنحترم الموضوع ده علشان برضو لا قدر الله ما يتعرضوش لحاجات نبقى احنا السبب فيها. بصوا كده طبعا التتبيله لما هتقعد نص ساعه تخكدوا بقى بعد ما البصله، شوفوا احنا عملنا البصله ازاي، تبلناها ودعكناها كويس جدا 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 بالتوابل كلها، وحطيت عليها الفلفل وكل الحاجات الحلوه اللي حضراتكم شفتوها. محتاجه بقى ان انا اعمل ايه؟ ان انا اسيب البصلايه دي الاول ربع ساعه، وبعد البصلايه دي اروح جايبه اللحمه او الحاجه اللي انا هستخدمها سواء فراخ او لحمه او حضراتكم زي ما انتم عايزين نوع الحواوشي، وبعدين نبدا نعمل ايه؟ نضيف جواه عليه على البصل ده اللحم ونقلبهم ونخلطه مع بعض، ونضيف جزء التوابل، يعني بقسم التوابل نصها على البصل والنص التاني بضيفه بعد ما بضيف الايه اللحم. بصوا كده بسم الله هنعمل كده، بصوا اهو. هجيب بقى انا اسمحوا لي كده ايه صاج، انا هكمل اخر رغيف بس عشان لسه في كميه تعمل رغيف. طبعا العيش يفضل لو هو ايه 3 ارباع سوا، الفرن بيبقى فيه افران بتبقى عارفه في العيش البلدي ان يعني احنا مش عايزينه ايه مستوي 100%، ما يبقاش وشه متحمر قوي عشان لما نيجي ندخله الفرن ما ينشفش مننا قوي يعني. فهناخد كده الكميه المتبقيه كلها بسم الله، وادي حواوشي نباتي لاصدقائنا النباتيين او اخواتنا المسيحيين اللي بيحبوا وقت الصيام ياخدوا حاجات نباتيه لكن يبقى فيها برضو نسبه بروتين حلوه. هنشيل كده وهاخد الصاج ده بسم الله. انا هدهن هنا نقطه بس من الزيت بسم الله الرحمن الرحيم بالفرشه، وهحط ورقه الزبده. ورق الزبده ده بيخليه حتى لو في رده، الرده دي لما بتحتك بالحراره بسمن او زيت مباشر تلاقوها اتحمصت قوي نشفت وتاخد لون كده غامق، احنا مش عايزين كده. ورقه الزبده دي بتحمي حتى لما بنحطها في الكيك، مش بس عشان ما يلزقش، ده كمان بيخليه ما يوصلش لانه يبقى الحراره بتاعته من تحت يتلسع زياده فيتحمر، في نسبه سكر، في نسبه بيض، وفي نسبه حتى لو حاطين فاكهه تلاقوا السكريات دي كلها بتتحرق مع الفرن والحراره، فبيحافظ على اللون انه يطلع اللون فاتح ما تتحرقش زياده، ورق الزبده بيبقى عازل بينه وبينها. طيب هنحط كده الارغفه وانا همسح مسحه، انا هنا حاطه مسحه زيت فانا مش هحط تحت. هنعمل كده وهاخد صاج تاني، ممكن نحط هنا كده رغيفين او ثلاثه اهو كده، وناخد صاج كمان بسم الله. هنعمل عليه نفس الطريقه وهندخله من الفرن مع بعض حراره 180، هنسيبه ونتابعه لمده 15 ل 20 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده. فورق الخبز كمان ممتاز، وساعات احيانا بندهن فوقه، يعني حطيت تحت طبقه زيت بحط كمان فوقه ليه، لان احيانا ورق الخبز ما بتبقاش كلها زي بعضها، في نوع ما تحتاجيش تدهنيه، في نوع بنضطر ندهنه لانه بيبقى ممكن خامته مش كويسه قوي فيحصل ايه يلزق في الكيك او في قاع الايه الحاجه اللي احنا بنسويها في الفرن اهو كده. خلاص هدي بس مسحه كده من الزيت على الوش هنا على الصاجين عشان الوش يعني يبقى بسيط، حاجه بسيطه مش كتير.
بسم الله كده على خفيف. وهندخله بقى الفرن 180، سيبه 20 دقيقة أو 15 دقيقة على حسب حضراتكم عايزين الرغيف. في ناس بتحب تقرمشه وفي ناس بتحبه شوية وسط بين البنين، مفيش مشكلة. أهو هندخله بقى بسم الله الرحمن الرحيم الفرن. هنا. تمام. أوكي. وهنا. هنزل بس انا الصاج اللي هو او الرف ده لتحت شويه. ونرفع ده هنا. بسم الله. كده تمام جدا. وهنسيبه بقى مع بعض لحد ما ياخد اللون والشكل اللي احنا عايزينه، ونبدا نرجع ان شاء الله بعد الاستراحه هنستكمل وصفاتنا. نعمل وصفه جميله جدا ان شاء الله، سهله وبسيطه برضو. خلينا نروح الاستراحه ونرجع نستكمل وصفاتنا في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. طبعا حطينا الحواوشي النباتي اللي عملناه في الفرن، هنسيبه بقى واحنا مع بعض هنشوف ان شاء الله يطلع معانا. دلوقتي هنعمل فطير الملاك. فطير الملاك من الحاجات الجميله جدا الحقيقه، وصفه كده قريبه للقرص بتاعتنا اللي احنا بنعملها، لكن هي ليها طقوس وليها كده يعني مباركه جميله بيتباركوا بيها بالعدرة، فاحنا وبيوزعوها كتير للخير. بتتوزع في الكنايس من 7 اغسطس لحد 15 يوم مثلا لحد عيد العذراء، بتتعمل مباركة بعيد العذراء. فيها طبعا ليها أكتر من قصة، لكن إحنا القصة أقرب قصة إن كان في الملاك ميخائيل عدى على بيت فيه سيدة كان عندها زيت ودقيق بس، فعملت منه القرص وادته وادت الأهل ووزعت على الأهل البيت كلهم، ومن ساعتها وهم متباركين بالواقعة دي من أحد القصص يعني اللي احنا عرفناها، علشان تبقى للخير وتوزيع للخير والناس كلها تاكل منها على الفقراء والمحتاجين والناس تديها البعض يعني. طبعا لو في حد من اخواتنا المسيحيين حب يدخل مشاركة ويقول لنا لو عارف قصة تانية هتبقى شيء يسعدنا جدا. انا هقول المقادير مع حضراتكم ونبدأ نشتغل فيها مع بعض. فطير الملاك عندنا كيلو دقيق، هستخدم فيه كوبايه من الزيت، نص كوبايه من السكر، معلقه كبيره من الخميره، رشه ملح، تقريبا كوبايتين ونص ميه دافيه. بس انا ما زلت بقول لحضراتكم كميه السوائل دايما على اي عجين احنا مش بنحطها الا تدريجيا علشان نوع الدقيق اللي ممكن اكون انا بستخدمه غير اللي حضرتك بتستخدميه او حضرتك بتستخدمه، فهيفرق معانا. فخلينا ما نحددش السوائل، نشوف شكل العجين وبناء عليه احنا اللي نقرر هياخد مننا قد ايه، لكن انا بقول بالتقريب. طيب هاخد كده من اولا الناس اللي بتحب تدمج الخميره مع السكر وشويه ميه دافيه الاول على اعتبار انها بتختبر الخميره وتتاكد انها كويسه، هي دي حاجه حلوه برضو يعني. هو الناس بتعمل العجين اما بالطريقه دي في الاول وبعدين تضيف على باقي المقادير، او ان احنا بنحط كل الحاجات الجافه مع بعض وبعدين بتاخد وقتها في التخمير. اللي يعجب حضراتكم واللي بيريحكم اعملوه. طيب انا هاخد كده الاول الخميره هنا، اجيب بوله بس صغيره هحطها هنا، واحط معاها سكر، وهضيف ميه دافيه. هاخد كده شويه من الميه الدافيه عشان دي سخنه شويه. دي سخنه شويه، هضيف عليهم ميه عاديه خالص عشان اخليها فتره يعني، ايه ما تبقاش عشان تسرع من عمل ال كده. تمام عمل الايه. بسم الله هنحط على الخميره والسكر اللي احنا حطيناه، نقلب بس تقليبه كده ونسيبهم شويه في جنب، ونجمع احنا المكونات الايه الجافه بتاعتنا اهو.
المفروض بسيبها شويه، المفروض هي بتعلى، بس انا بحب دايما اختبر الخميره. هو ده دايما بيبقى ايه امان، لو احنا بقالنا كتير مثلا ما بنستخدمش ما بنعملش معجنات وعندنا نوع خميره وما احناش عارفين فعاله ولا غير فعاله، اذا ما كانتش هي في علبه واحنا شايفين الخميره دايما لو في علبه بس واحنا بنطلع بالمعلقه بناخد المعيار ولقيتوها عامله خيوط خفيفه دي تترمي، ما تستخدموهاش لانها هتبقى مش يعني مش مظبوطه. بسم الله هاخد كده كميه من الدقيق، احط بقيه كميه السكر كمان هنا، رشه الملح بتتحط بعيد عن الخميره خالص، كميه الزيت، واسمحوا لي بس ايه هخلي الميه كمان هنا عندي فتره، ما تنسوش ان في نسبه ميه احنا حاطينها مع الخميره، يعني ايه دي سوائل من تعد من كميه السوائل اللي احنا هنحطها. بدفي الميه. معانا ام جوزيف، يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا قلبي، ازيك يا ام جوزيف؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله ربنا يخليكي يا قلبي، كل سنه وانتم طيبين يا عمري. وانتي طيبه وبصحه وسلامه، كل اخواتنا المسيحيين في كل مكان يا حبيبه قلبي. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب، الحمد لله. بصي بقى انا عملت البطيخ زي ما قلت لي، طلع تحفه وروعه يا شيف عظيم. يا حبيبتي صحه وهنا، بتسلم ايدك. الله يخليك، ربنا يخليك، وان شاء الله هعمل الفول الصويا اللي انت عملتيه النهارده في الحواوشي ده، ان شاء الله انا هعمله برضه. مش قادره اقول لك ريحته روعه. جميل جميل. طب هو بيتعمل ايه تاني غير الحواوشي؟ يا لهوي كل حاجه، بيتعمل كفته وبيتعمل حاجات كتير جدا. اعمل لكم بيه وصفات حلوه. عاملين لنا وصفات كتير حياه ربنا منه، عشان هو حلو اوفر. ونعمل بيه فطاير ونعمل بيه فطير ونعمل بيه حاجات كتير قوي. اوفر من اللحمه وبيدي طعم اللحمه. ونعمل منه البرجر، البرجر اصلا كان فيه نوع منه بيبقى فيه نسبه فول صويا. طب خلاص، طب هو في انواع منه؟ طب هو نوع واحد؟ لا هو نوع واحد جبته من عند العطار. طيب ماشي، هو السايب دوت. سايب جيبي نص، على فكره نص كيلو يعمل كميه لانه بينفش فبيتضاعف حجمه. خلاص انا هعمله برضه ده وهجربه، بس اعملنا يعني احنا ما خدناش النص كيلو كله، احنا خدنا ربع كيلو. حاضر خلاص ماشي. حبيبتي كل سنه وانتم طيبين يا ام جوزيف. ربنا يخليكوا، تسلم ايديكي. طب مش عايزه تقول لنا حاجه على فطير الملاك، قولي لي قصته ايه في الكنيسه عندكم؟ لا فطير الملام ده ليه قصه تاني جميله، خلي بالك. طب قولي هالي لو سمحتي. وبيعملوها وبنعملها كل عيد يعني، وفي ناس كتير بتتبرع طبعا بيها. طب قولي لنا يعني بقى، عشان هو جميل وليه قصه جميله الحقيقه، واحنا طبعاً عايزين نصححها بقى من خلالكم. حاضر يا قلب، اقولها لك يا عمري. هو وبص بيتعمل، هو طبيعي كل سنه بيتعمل، وليه معجزه بتحصل بامانه يا شيف عظيمه. لو حكيت لك عن المعجزات اللي بتحصل في المسلمين بيعملوها معانا، خلي بالك مش احنا بس. يا طبعا طبيعي بيعملوها، لان فعلا بيبقى فيه بركه فيها وبتحصل حاجات كتيره نفسها. انا عارفه انها موضوع مباركه. حبيبتي حاولي تكلميني. ام جوزيف نورتيني وشرفتيني. اوريكم بس شكل الحواوشي، بصوا اللي فوق عمل ازاي الريحه. توابل البصل لما بيتبل حلو بيدي طعم للاكله كلها، مهم قوي تتبيله البصل دي. بصوا كده، بصوا شايفين اهو، ما بياخدش سوى لانه على طول. شايفين جميل ازاي؟ انا هطلع الصاج ده هنا قدام حضراتكم، وهطلع التاني بقى فوق شويه ياخد اللون الحلو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وايه واحنا مع بعض، شوفوا ما نزلتش سوائل. اهم حاجه ان في ناس بتتضايق سواء من اللحمه او الفراخ او انه ينزل سوائل ويسرد سوائل في الصاج. بصوا هو ما سردش حاجه خالص، العيش جاف وجميل، وان شاء الله تستمتعوا بالوصفه دي. انا بقلب هنا المكونات، وخلينا بقى طالما بدات تعمل البابلز وتنفخ، انا مش هستنى لما تنفخ قوي، هضيفها على طول الخميره بشويه الميه الدافيه وباقي السكر. بسم الله، وخلينا نقلب الخليط ونشوف لو محتاج ميه هيحتاج قد ايه تاني. بسم الله.
بص اشوف هو لسه قدامها شويه بس في العجن. هي حلوه جدا، بصوا الملمس طري وجميل شايفين، لكن لازم تتخلط شويه حلوين كمان زي ما بنعمل عجينه القرص كده عندنا. الميه الفتره مهمه جدا. طيب هنطلع بقى العجينه الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا بس ايه هسيبها، لان انا لسه هكورها تاني، يعني انا مش هسيبها كده، انا بس عايزاها تخمر كويس، فهحطها في بوله لحد ما تخمر حلو، وبعدين هبدا اعملها لكور صغيره كده. بصوا كده هاخد كده ايه بقى العجينه الحلوه دي، هنحطها هنا في بوله نظيفه. هغطي البول دي بكلينفل او بستريتش زي ما حضراتكم شايفين كده، مهم قوي تقعد في مكان دافي. طبعا في الصيف احنا ممكن نحطها على رخامه المطبخ ونسيبها في جنب، مش هيجرى لها اي حاجه، وريحه ده شويه ما يبقاش مشدود، عشان العجينه لما تنفش تلاقي مكان تعرف تترفع فيه كويس كده. هنشوف بقى معانا واحدة خمرانة، بسيبها على الأقل ساعة وبعدين بجيبها. بصوا خمرت وبقت جميلة، دي اشتغلنا بيها، هكور بقى منها كور صغير. بصوا بقى الكور الصغيرة على قد ما انتوا عايزين الحجم، يعني احنا الحجم اللي عاملينه ده حجم مثلا، هاخد كده، دي خمرانة وساعة كانت في التلاجة كمان، مش بس خمران كده، وهجيب ساك طبعا افرد عليه الايه العجين ده كله بين الصباعين دول. بصوا جميله ازاي وهشه من جوه، شايفين الصباعين دول اللي هم دول بين بايديا كده. هاخد بقى ساك نقطه زيت واحده ممكن، بسم الله. عايزين تضيفوا برضو ورق خبز بيبقى جميل، انا معرفش انا بحبه، بيحافظ على اللون كده الخاص بالمخبوزات، فبيبقى جميل قوي بصراحه، ما عدا بس المخبوزات اللي بيبقى فيها نسبه سمن او دهون عاليه ما بتحتاجش طبعا نحط حاجه، بس بحس ان ورق الزبده دايما امانا كده. بيحافظ على الصاج نفسه من ان احنا نستخدم السجاد، بنسيبهم يرتاحوا الاول تاني 10 دقايق بعد ما بنكور التكويره اللي حضراتكم شفتوها دي، لازم نغطيها شويه كده ايه 10 دقايق ولا حاجه علشان تاخد الشكل بتاعها. ومعانا ام اسلام، صباح الفل. الو، اهلا اهلا حبيبه قلبي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. احساني والله يا عظيم. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انت اكتر يا مو اسلام، تسلمي لي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي وتسلم ايدك على كل حاجه. تسلمي لي يا حبيبه قلبي. ربنا يخليك يا حبيبتي، منوره الدنيا كلها يا قلبي. منور بيكم، منور بمتابعتكم باتصالاتكم الحلوه دي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويخليكي لينا دايما كده. حبيبتي ويخليكوا لي يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وسلامي لكل كرو البرنامج والقناه الاهلي كلها. حبيبتي يا اسر كلهم بيسلموا عليكي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. تسلمي يا امو اسلام، ما تحرمش منك ولا من سؤالك ابدا. ربنا يبارك لك يا قلبي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. تسلمي لي، ميرسي انك سمعتيني صوتك يا حبيبتي، صباحك رضا من رب العالمين. تسلمي يا امو اسلام، متشكره جدا. تحياتي كمان لمدام سرايا حبيبتي و مدام سميرة، أنا عارفة إنهم مسافرين، ومدام سرايا في أستراليا، ومدام سميرة أعتقد فين بقى؟ كندا. ببعت لهم تحية طبعًا، بيتابعونا من كل مكان. هطلع دول بقى بسرعة، ريحة مش قادرة أقول، لازم تشوفوا وتجربوا بنفسكم. دول اتقرمشوا حبة حلوين برضو كده. هنسيب بقى العجينة دي المفروض شوية كده، بنغطيها فوطة برضو تقعد كده 10 دقايق ترتاح، وبعدين
ندخلها الفرن. بصوا الحواوشي جميل ازاي، عايزه اقول لحضراتكم كمان ريحته احلى واحلى بجد. تمام، هشوفها حالا. مش ممكن نغطي كده حبه هنا هنا كده 5 عشان ما تعملش قشره بس، وبعدين نقدم بقى الايه الحواوشي القمر ده. عندي بقى بقدونس، بسم الله الرحمن الرحيم، بحط عليه كده منديل مبلل لانه لما بنحفظ الخضره تبقى لازم نحطها في فوطه نظيفه مبلله كده ومعصوره نص عصره. كده شايفين الجمال. هنشيل بقى الايه، حاضر، نشيل بس دول كده بعد اذنكم، اوسع لكم الدنيا وناخد ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، رشه بقدونس كده من فوق، وعندنا كمان عاملين وردات حلوه اهي، طماطم، ناخد وردايه جميله من دول كمان نحطها في الجنب. وطبعا صحة وهنا على قلب حضراتكم، خلينا بقى ايه نقدمه هناك. بسم الله. ودلوقتي بقى هنستسمح حضراتكم في استراحة بسيطة، هنرجع بعد الاستراحة ان شاء الله نعمل وصفة جميلة قوي بالبطاطس. خلينا كده نشوف، لانه برضو محب البطاطس دي، ناس كتير بتحب قوي تعمل وصفات بالبطاطس المهروسه. خلينا نشوف هنعمل بيها ايه بعد الاستراحه، فانتظر حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. هنبدا دلوقتي نعمل صنف لطيف جدا من الفطاير، ولكن بالبطاطس، البطاطس المهروسه. طيب تعالوا كده نقول مقادير لو عايزين نعمل كميه. بتتخبز على الطاسه لطيفه جدا، عاملة زي العيش بس يعني مفيدة. في ناس ممكن تستغنى كمان عن الدقيق الأبيض ده وتتعمل بالبطاطس، ويعني ويتحط معاها نسبة من دقيق الرز بس، يعني ممكن تتعمل بكذا حاجة، ممكن تحط معاها خليط شوفان وتتعمل مع البطاطس يعني. بس هي فكرة في البطاطس أساسي، إن وصفة البطاطس نفسها في ناس بتحبها جدا. فعايزين يعني زي ما الولاد الصغيرة بيحبوا البطاطس المحمرة، احنا عايزين نعمل لهم حاجات تانية بالبطاطس يستفيدوا منها مع الوقت. طيب خلينا نقول المقادير. عندي 4 كوبايات من الدقيق، عندي 2 إلا ربع من المية تقريبا، برضو معلقة زيت كبيرة، معلقة صغيرة ملح، الحشو عندي بطاطس مهروسة مع جبنة شدر أو جبنة بارميجان أو أي جبنة رومي أو أي نوع جبنة عند حضراتكم، ممكن تبقى جبنة بيضة اللي انتوا عايزينه، أي نوع جبنة. ممكن أحط معها كمان منكهات أو أعشاب زي الزعتر، زي الريحان، زي الروزماري، زي الشمر، زي اليانسون. الفطاير دي حاجة بناكل جنبها حاجة، ملح وفلفل طبعا. فأنا بس إيه كده حط هنا، بقيت اشيل اثقال بس، اول ما يجيبولي بس الحله خليني ايه اخد كده معلقه اخلط بيها بس. بسم الله الرحمن الرحيم، نسبه الميه الدافيه هنا. بصوا نسبه الدقيق انا مش هعمل عليها حاجه غير رشه ملح، بفرفطه بس كده ندخل جواه الهواء. طبعا يفضل دقيق كل الاستخدامات او الدقيق الخاص بالمخبوزات، رشه كده من الملح، لان انا هعتبر ان كمان البطاطس هيبقى فيها ايه يعني هتتحشي جبن، ممكن تكون مالحه سواء بيضه او غيرها كده. باخد بقى البطاطس المهروسه دي والجبنه الشيدر بخلطهم مع بعض، مع بعض كده كانهم كور يعني، بطعم بس البطاطس المهروسه. ونقدر كمان نديها اي اعشاب حضراتكم عايزاها. ناخد معانا ام محمود، اهلا وسهلا أم محمود، اتفضلي. صباح
صباح الفل يا استاذه. صباح الفل عليك يا حبيبه قلبي. صباح العسل. اهلا بيك يا حبيبتي. انت مريحه في كل حال. الله يسعد قلبك ويريح قلبك يا رب. نفسيا ومعنويا وشكلك بيريحني والاكل اللي بتعمليه بيريحني، كل حبيبتي. حاجه مريحاني معاكي. الله يخليك يريح قلبك دايما يا رب. انا بتفرج عليكي كل يوم. الله يخليكي، ده شرف ليا. والله العظيم بتوفري علينا كل حاجه يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب. يسعدك يا رب زي ما بتسعدينا. امين حبيبتي. احنا واياك الجميل اللي انت عملتيه ده، يعني شوفي احنا قاعدين كل يوم بستناكي تقولي لي اعمل ايه عشان ولادي. يا حبيبتي يا حبيبتي، ربنا يسعد قلبك بيهم يا رب. ولسه كنت بيقولوا لي على البطاطس المحمره، محمره بطاطس الصبح كده فطار، زعلانين قوي. يا حبيبتي ربنا يبارك فيهم. لا احنا هنعمل لك حاجات تانية حلوه جميله يغيروا عشان ما يزهقوش، وسهله برضو. الله يسعدك. الله يفتح عليك يا رب. امين. الله يعزك كمان وكمان. امين حبيبه قلبي. تسلمين يا ام محمود. تسعدينا وتريحينا كده نفسيا ومعنويا وماديا. الحمد لله يا حبيبتي. انتوا تامروا بس، انتوا تامروا. الله يسعدك. تسلمي يا حبيبتي. صباحك عسل. صباحك رضا من رب العالمين حبيبتي. تسلمي لي. شكرا يا حبيبه قلبي. تسلمي لي في حفظ الله، شرفتينا ونورتينا يا ام محمود والله. تسلمي حبيبتي. طبعا الواحد لازم يدور بدائل حلوه، وحاجات ساعات الواحد بيبقى فعلا محتاج. اولا المعده محتاجه ترتاح، احنا محتاجين ندخل ثقافه اخرى في اكلاتنا، تبقى حاجات بسيطه مش طول الوقت حاجات تقيله وطبيخ وحاجات بالصلصه وحاجات مسبكه. في حاجات كمان مغذيه وجميله وتؤدي الغرض، وكمان اقتصاديه. مش معنى كده ان احنا يعني مش هناكل حاجه حلوه، لا هناكل حاجات حلوه، بس فكره ان احنا نعمل ده، هو ده بقى الايشو في الموضوع. ان احنا نعرف ازاي نعمل وصفه كويسه اقتصاديه من حاجات بسيطه متوفره في البيت، وده المهم. مش شرط ان انا ابقى يعني مكلفه الحاجه بالشيء الفلاني عشان تطلع حلوه. طيب البطاطس دي كمان فيها نسبة ألياف عالية على فكرة، ونسبة بوتاسيوم، وفيها فيتامين جيم وبي 6 كمان. هي كمان بتنظم مستويات الكوليسترول في الدم على فكرة، وبتحمي العظم. فيها نسبة حديد، وفيها نسبة فوسفور، وفيها كالسيوم. في ناس كمان بتستخدمها للدايت، عكس ما الناس فاهمه ان البطاطس يعني لما بتتشوي او بتتسلق بتبقى مفيده جدا. شوفوا احنا لما معدتنا بتتعب شويه يقول لك ايه بطاطسايه مهروسه كده، فبنهرس بطاطسايه وناكلها علشان هي تبقى خفيفه على المعده، وفي نفس الوقت مشبعه. ليه؟ لان فيها نسبه الياف كويسه فبتشبع. طيب فانا شايفه انه البطاطس على فكره في بتتعمل ماسكاتي، بشور البطاطس ياخدوا البطاطس دي الميه بتاعتها ويعملوا بيها ماسكات، يعني هي كمان مفيده في كل حاجه. عايزه اقول بس ان احنا ايه ممكن نعمل للولاد البطاطس بدل المحمره، نعملها في الفرن بمعلقتين زيت بس، نحط عليها شويه زعتر، رشه ملح، ورشه ثوم بودر، بصل بودر، تطلع الويدجز اللي بتتباع بره بالشيء الفلاني، نعملها في البيت بشكل جميل جدا وتبقى صحيه للولاد. في الكور دي ممكن ننزلها بس في بيض وبقسماط، شوفوا انا حشيتها بالشيدر، تنزل في بيض وبقسماط وتتقلي وتبقى رائعه. ممكن تاخد رشه زيت وتدخل الفرن. يعني اقصد ان في حاجات كتير جميله ممكن نعملها كبدائل وتبقى اقتصاديه. انا بس مستنيه محمد يجيب لي الحل عشان ربنا يكرمني ويفرجها عليا، وان شاء الله اعمل الوصفه دي على خير. ماشي. انا بصوا بقى سقعت هنا دي، لازم اسقعها شويه البطاطس دي بعد ما بقى ما بحشيها كده. ما ينفعش اما اجي اعمل العجين احطها فيه طريه، لازم تبقى جامده دخلت الفريزر مسكت خلاص عشان لما افردها تبقى سهله معايا. تسلم ايدك. انا مش متاخره يا ندى والله. يعني بس الحمد لله محمد ايه كان مندمج مع الوصفه فتقريبا نسي ان انا لازم اعملها. ماشي. همسح كده كده كويس قوي، ون ايه هنحط بقى نسبه الدقيق دي برشه الملح اللي احنا حطيناها. تقدروا برضو تستخدموا اي نوع دقيق، مش لازم ابيض، ممكن اي حاجه. دي عندنا شويه شوفان ممكن اطحنهم، عندي شويه دقيق قمح ممكن اخلطهم مع الدقيق الابيض حبه وحبه، مش مشكله خالص. هنزل بقى كده ونصب الميه شويه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. لحد ما تبقى عجينه زي اي عجينه. بسخن بقى طاسه او جريل على النار
زعتر بقى نحط مع دي ده، زعتر، بقدونس، ريحان، روزماري، اي حاجه تنكهوا بيها العجينه الحلوه دي. وطبعا لازم ترتاح. بصوا هديها بس معلقه واحده زيت بس كده. هنحط بقى معلقه الزيت دلوقتي. العجينه بقت جميله ازاي. عايزه اقول لكم العجينه دي بقى كمان تطلع فطاير صغيره رائعه، مش بس على البوتاجاز او على ان احنا نسويها، تطلع كمان فطاير لو حابين تحشوها جبنه بيضة وتقلوها في شويه زيت صغيرين، تعمل فطاير منفوخه جميله جدا تفطروا بيها روعه. هناخد بقى، انا مريحه واحده وده مهم انها ترتاح حتى لو ما فيهاش خميره. مش شرط انها ما فيهاش خميره يعني العجينه مش محتاجه ترتاح، لا محتاجه ترتاح. بصوا كده لحد ما ايه هتطلع بقى هشه طول ما هي فيها يعني لزقه التلزيقه الخفيفه دي. هناخد كده هنا نقطة زيت واحدة على الوش بس كده، وبعدين هغطيها وهطلع التانية اللي احنا مريحينها اهي. هاخد منها، بصوا بقى اللي بترتاح بتبقى عاملة زي الفطير الشرقي. الفطير الشرقي ايه؟ مية ودقيق وملح، مفهوش حاجة يعني، لكن بترتاح تمط وتفرد معانا زي ما احنا عايزين. هاخد بقى واحدة البطاطس اللي احنا اتفقنا عليها وهعمل كده كعجين اهو كده. هسيبها هنا شوية عشان انا هفردها، هفردها زي الرغيف كده. بسم الله الرحمن، زي الرغيف زي الرغيف. انت خدت بالك مني يا مونتي؟ ماشي يا مونتي. لا انا بعمل كده للمصور اللي قدامنا عشان هو بس بيركز، يا بص لي جامد كده عايز يقول يعني هتعملي ايه بعد كده قولي لنا. طيب كده، وبعدين هعمل كده، شايفين ازاي هتبقى بقى رغيفه كده جميله. نعمل واحد كمان ونفرد واحد ونوريه لحضراتكم. اوكي اوكي والله. طيب انتوا ليه مش قايلين؟ اهو هاخد بقى اول واحد انا عملته نفرده بس بالمرتنه اهو، نقطه زيت واحده بس كده، نعمل كده ونفرد كده زي العجينه العاديه خالص بالبطاطس، ونحطها فين؟ في الطاسة، طاسة سخنة خالص، وعادي حتى لو البطاطس دي كده اهي هنقفلها عادي جدا وهتفرد معانا عادي برضو. كل ده هيستوي ويطلع طعمها يجنن وليها قرمشة كده رائعة. خليها هنا اهي، هشيل دول مش مهم دول كده، ولازم تسقع. وهنحط بقى في الطاسة، حاضر هظبط بس ده ونحط الاطراف، هشيل بس الزياده دول
ويلا بينا عشان هنستعد كمان النهارده معانا يعني وصفه او فقره طبيه فيها اسئله مهمه جدا لاصدقائنا اللي سالوا على موضوع مهم في مقاومه الانسولين، لان انا شفت ان في ناس كتير حتى احنا في منا في بعضنا في القناه بيعمل التحاليل دي وراجع بيسال على نفس الاسئله اللي حضراتكم شايفينها دي. هي مقاومه الانسولين، ولان هم لسه صغيرين وبقى عندهم مقاومه انسولين ولازم يشوفوا صرفه في الموضوع ده. طيب انا هاخد كده بس الحروف، اعملوا بقى رغيفه صغننه كده، وهناخد على الطاسه وهي سخنه، انا مسخناها بس بعدها عن النار. عايزين بقى تكبروا الرغيفه عن كده، عايزين تعملوها فطاير صغيره زي ما انتم عايزين وهكذا. اهم حاجه دي هترجع تتعجن تاني وتتحط وتتعمل كوره تانية وتتفرد واحده واحده بالزيت. عايزين تعملوها بقى براحتكم وتجهزوها تحطوها في الثلاجه تسقع لحد ما تاخد الشكل واللون، مفيش مشكله. بصوا بتبدا بقى تاخد اللون من تحت، هتطلع جميله ومغذيه جدا، هتشوفوا شكلها زي الرغيف كده حلو. نسبه البطاطس اللي فيها كمان بتاخد كده درجه تسويه جميله. خلينا نقلب ده، هيبقى روعه. شوفوا بقى لما يتقلب لونه هتبقى حلوه جدا، قريبه كده من العيش الشوفان اللي عملناه وعيش اللي بديه رز، هيبقى ممتاز. طبعا هنستعرض الحاجه اللي احنا عملناها النهارده، اذا كان فسير الملاك ولا الحواوشي اللي بال الفول الصويا، وهنبدا بقى كمان الفطاير اللي احنا عملناها بالبطاطس دي. ده ارغفه كده بتتاكل بالبطاطس رائعه. بصوا بيدي لون، اللون ده درجه البطاطس اللي اتحمرت سنه مع الزيت في الطاسه، هي اللي مديه الدرجه الذهبي دي، طبعا مع الجبنه الشيدر. بصوا حلو ازاي. وهنا بفضل بقى اقلب شويه شويه لحد ما تديني الدرجه دي عشان الرغيف يستوي كويس. ودلوقتي بقى احنا طبعا بنستعد لمشاركه الدكتور معانا، دكتور ريهام العراقي، ان شاء الله في الفقره اللي جايه اخصائيه التغذيه العلاجيه. ولو ليكم اي اسئله حضراتكم في انتظار اتصالاتكم على الهواء مباشره بعد الاستراحه.